اخر موضوع. وهلا صار وقت الفاشن بوليس اللي اخترناها انا وعلي من ديزاينرز اند براندز ايفنت. خلينا نشوف البدايه مع مين رح تكون. هون عم نشوف نجوى زهران بدفيله حنا توما. صحيح. وكانت اختارت اللون الذهبي جاكيت مع شورت. انا حبيت صراحه هاللوك لانه بنفس الوقت هو كاجوال ولكن القماش بيجي هوت كوتور. انا تعرفت عليها شخصيا المصممه، هي مصممه مصريه مقيمه ما بين القاهره ودبي. حبيت الاوتفيت اللي لبسته، هالذهبي ما طالع وقح لانه فيه كذا لون. صحيح. فيه فضي، فيه ناشف، فيه مات، ولبسته فيه مع اسبادري. مع اسبادري هالكسر بالاوتفيت انا حبيته كثير ترندي، وجسمه اصلا حلو عليه لانه اسمر. هيدا ستيل وهيدا اللون. صحيح. وهلا بننتقل لعند شيرين حمدي اللي اختارت كمان اللون الذهبي بس مع جينز. شو رايك عليه؟ شيرين حمدي هي كمان زميله لنا بالاو ان تي في بمصر، كمان بتقدم برنامج موضه وبلوجرز، يعني هون لازم يكون الحكم عليها اقسى. بتحكي عن البلوجرز ومين هلا انفلونسر. شوي فيتوريستيك الايبوليت للجاكيت. انا كثير حبيت البارت الفوقاني. الجينز ما كثير انا حبيت. وهلا بننتقل لعند عهد. عهد بتحب شوي تكون اوزي اوريجينال. اوزي اوريجينال بس جسمه حلو بيلبق له. كثير جسمه حلو لان تعمل كثير سبور. هون خالطة بين جاكيت بيرفكتو مثل ما انا لابسها بس هي على جلد فيليب بلين، عليها ستادز على كمامة مع فستان. ما حبيت الفستان، حسيته كان لو رحت على غير فستان عطى احلى. بتعرف ليه؟ يمكن لانه هو فيه اكسيت وعليه كمان معجق والجاكيت عليها ستادز، فحسينا شوي الصورة كلها هيك معجق. جاكيت بيرفكت فيليب بلين، وبتخيل حاملة ساك، بتخيل موسكينو او شيء. الساك حلو كثير حلو. ومن عند عهد رح ننتقل لعند اليسا توما يلي هي بتكون مرت ابنه لحنا توما. صحيح، مرته لبوب اليسا معلولي توما، لابسه حنا توما بدفله حنا توما. انا بشوفه كثير فيه فيناس، كثير حبيت التنوره. انا رائعه التنوره، ولبقلة لاليسا طالع عن جد برنسيس طالعه فيه. صحيح. وهي لانها طويله وضعيفه بيلبق لها شوي القماش الرياب بالعرض، لانه عاده القماش الريور بالعرض بنصح. هي منا منصح. لا ابدا ما منصحها، والتنوره بتاخذ العقل وكله سنيه. اكيد حنا توما اكيد.